بالضيوف نكيد كما قلت في بداية الحصة اليوم كانت وقفة احتجاجية لأحباء النادي الإفريقي للمطالبة برحيل رئيس النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي واستقالته من مهامه في النادي. الوقفة ما وفاتش كما نحبوه، فات بطريقة فيها برشا عنف من قبل قوات الأمن وإيقافات أيضا الأحباء النادي الإفريقي. حبينا ناخذ شنو صار بالضبط في الأحداث هذه. باش يكون معنا المحامي في النادي معروف في صفوف النادي الافريقي السيد تومي بن فرحات، واللي كان من بين الحضور في الاحتجاج هذا وكان شاهد على كل ما صار. ايضا باش يكون معنا الاعلامي من تونس الرقميه محمد علي طالب اللي كان ايضا موجود في الوقفه هذه. هات نبدا استاذ تومي بن فرحات. سيد تومي اهلا بك. اهلا بك اسلام، واهلا بجميع مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك استاذ. باهي لو كان تحطنا في الاطار شنو صار بالضبط اليوم. هو اليوم معنا تمت برمجتي، كانت مبرمجه في معناها في مرحله اولى نهار الجمعه البارح العشرة تاع الصباح قدام الجامعه، لكن من بعد معناها المسرحيه اللي صارت معناها في الانسحاب ثم التراجع الانسحاب نتاع عبد السلام اليونسي. في الانسحاب هذاك تم تاخير الاعتصام لانتظارها لانه فما جديه في الانسحاب ام لا، وعندما تاكدت انه فما حتى جديه كالعاده من عبد السلام اليونسي، وخصوصا انه الجامعه التونسيه كره قدم كانت اعطيت مهله تاع 3 ايام للقيام ببعض الاجراءات من النادي الافريقي، والجمهور اجمع نهائيا انه يمكن فما كان ضامن وحيد للسيد عبد السلام اليونسي في النادي الافريقي الا الجامعه التونسيه وخصوصا رئيسها وديع الجيري اللي هو نعتبره يحمي في معناها في هيئه فاسده وهيئه معناها قاعدة تعتدي على تاريخ النادي الافريقي. اليوم توجه الجمهور بكل سلميه من اللي وصلنا العشر ونص تاع الصباح، انا كنت موجود بدايه من العشر ونص تاع الصباح، كانت ثم تعزيز امني. احنا نعرفوا اللي يمشوا للصد الكل واللي يمشوا للمظاهرات وكذا يعرف، نعرفوا من الاوامر كيفاش تصدر. معناها كي تشوف التعزيزات الامنيه الرهيبه جدا، وكان ثم اغلاق المعبر المؤدي الى الجامعه التونسيه لكره القدم، مشينا تفاوضنا معاه. انا فقط استاذ نستسمحك في وصف وصفت به هيئه نادي افريقيا بهيئه فاسده، اكيد انت رجل قانون وتعرف ما لازمش فماش حكم قضائي، ما دام فماش حكم قضائي ولا حاجه يدين هيئه عبد السلام اليونسي. اول حاجه فما شكايات معناها فما شكايات. لا 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 فما شكايات، فما احالات شبهه على الاقل ثابته، ويمكن حتى التعريف في القانون راهو عندما تكون لا موفيجيستيون المنسوب نتاعها مرتفع في القانون نتاع الفساد ونتاع الاموال تصبح في حد ذاتها فساد. على كل تتحمس مسؤوليته انت استاذ الكلام هذا، واي حد يحب يرد مرحبا به. باهي واصلوا استاذ تفضل. معناها مشينا تفاوضنا معاهم، قلنا لهم راهو فيها باس، احنا العباد هذه جايه بصفه سلميه للتعبير عن رايها، راهو تكون اضمن للناس الكل انه يتم فتح المعبر وتكون الاحتجاج امام الجامعه باعتبار وكانت تكون العمليه مؤمنه بطريقه خير برشا، خاطر كان موش تتم قدام الجامعه وفما تهديد انه قدام في الشوارع وفي الاحياء، لكن معناها اصرار كبير انه ما تمش معناها قدام الجامعه، وتم اغلاق المعابر وكان ثم على الاقل ما بين 40 و50 سياره امنيه. عندما قرب الجمهور سكون امين، معناها حتى معناها فما بدايه الاعتداءات اللي تمت من الجمهور راه مانيش لن انكرها، لكن المشكله ديما في رد الفعل. هو الجمهور سيتم استفزازه بعد ساعه ونص من مفاوضات، ما نجمش يتعدى، ما نجمش يدخل، بقي يمكن اكثر من 20 دقيقه يردد معناها في الاغاني بكل سلميه، والجمهور تردد رجع معناها قرر الرجوع وانه ما يواصلش في المواجهه مع الامن. يجي يمكن 3 أو 4 أشخاص في نفس الوقت، فما رمي حجارة على هي وصلت تكون الجمهور أكثر من الأمنيين رمي الحجارة. فكان الرد معناها صدقني كما في أواخر 2010 وبداية 2011 في المظاهرات بشكل معناها مكثف جدا بالغاز المسيل للدموع. معناها استاذ تاكد انه الجمهور هو اللي بادر باستفزاز الامن هكا؟ لا، هو الاستفزاز كان من الامنيين انه ما خلوهمش، معناها بدا في استعمال الوحدات ويوخر فيهم، معناها باستعمال القوه. كان ثم رمي حجاره معناها لاحد معناها المشجعين.
معنا كانت معنا معنا بدايه راهم حجاره، وكان الرد سريع وكان حاضرين هم عارفين معنا شو يصير، يستنوا هم يستنوا فك الشراره هذيك حتى يكون الرد عنيف وعنيف جدا. انا شخصيا قريب لاغمى عليا في بالغاز المسيل للدموع، عده معنا عباد اللي موجودين فم، وكما كتبت ناكد انا راي معنا المشرف على العمليه، ما نعرفش هو مدير اقليم ام لا، اما المشرف على العمليه كانت اوامر واضحه في القاء القبض معناها كما نسموه السيد بكر كارا، معناها كيما يجي كنت جيب اللي يجي، وهذاك اللي حدث الى حد الان. تو موجودين في اربع مراكز، في مراكز عديده موجودين. كنت استمعت المحادثات قلت بين اعواد الامن؟ اي انا 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 موجود باعتبار كنت في حاله اغماء، معناها في مع ثلاثه واحد اخرين، كنت متفاوض تم ايقاف احد معناها الاحباء كبير في السن، وكان معنا عنده حالة اختناق، طلبت منهم، هو المحب الوحيد اللي تم معنا سمعنا فيه وتم انزاله على خاطر كان في حالة اختناق. وكنت معنا نسمع في المشرف على العملية وهم يتقدمون، وانا وكنت اخر واحد. المشرف على العملية يقول وقت معنا، وهذه معنا سمعتها بروحي مش مع واحد اخر. انه لا معنا يطلب منهم ايقافهم كما يجي، اللي يعرضك وقف. حرفيا الكلمة اللي يعرضك وقف. معنا عامل عمل ولا ما عملش؟ عمل ولا ما عملش؟ دونك لا 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 اصدار الاوامر هذه معناها اني انا كمحامي اول مره نحضر على الاقل على اصدار اوامر يكون بالطريقه هذيك. معناها ومن هنا قبل ما نوصل للمحامين، انا كنت دعيت المحامين للالتحاق بمراكز الايقاف اللي هي في عده مراكز، معناها في مركز حي خضره، في مركز بارتو، في اريانا، في عده مراكز الايقافات. وأدعو معناها رئيس الحكومة اللي هو تو رئيس وزير الداخلية في الوقت الحالي للتدخل بسرعة على الأقل لتهدئة الأوضاع، أنه يقع معناها ترك العباد هذه في حال سبيلهم حتى تهدأ بعض الأوضاع. أستاذ حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برشا دعوات للمحامين من أبناء الإفريقي باش يتدخلوا للعباد هذوما. وكذلك فما عدد دعوات، وفي مركز حي خضرة فما زملاء موجودين، فما التنسيق لبقية المراكز للالتحاق بالمراكز هذه. قاعدين تنسق وتحكيوا، مشيتوا لهم ولا كيفاش؟ المحامين القيام بذلك بحول الله. مشيتوا لهم ولا كيفاش أستاذ؟ هو توا أنا معناها نظرا لأني كنت كما قلت لك معناها عديت باش نلتحق، فما معناها زملائي، فما ثلاثة زملاء في مركز حي خضرة. وفما عدد زملاء توا متوجهين إلى بقية المراكز. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك سي تومي على كل التفاصيل ما ديتنا بها. أيضا موجود معنا زميلنا الإعلامي محمد علي طالب من موقع تونيزيا نيوميريك اللي كان أيضا موجود لتغطية الوقفة اليوم، لكن كيف صار الأحداث هذو. محمد علي أهلا بك. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بك محمد علي، احكي لنا شنو صار محمد علي اليوم. محمد علي؟ وي نسمع فيك. لو كان من فضلك تكون في الموقع يكون خير شوية، خاطر برشا حاسة بهذا الموضوع هذاك. واضح حسين، أنا حكينا قلنا على الوقفة اليوم اللي صارت من الأحزاب الإفريقي، واللي كان في من مقارب 11 متاع الصباح تقريب ذات جمهر متاع الجماهير قرابة قدام ملعب المنزه تقريب مع تقريب نصف نهار، بالضبط نصف نهار و15 دقيقة بدا الوقوف يعني قدام الجامعة التونسية، بدا تجمهر الجماهير والأحباء يعني المجموعات تاع النادي الإفريقي بدات تتجمع تقريبا قلنا نصف نهار ونصف تقريبا، كانت قدام مقر الجامعة كانت سلمية دقيقة يعني للأمانة، كانت بداية الحجز كانت سلمية من قبل الجماهير الإفريقي، وكان فما كانت منظمة مع الأمن ومع المتدخلين مع من طرف يعني مجموعات النادي الإفريقي. قبلنا بدات يعني خلينا نقول يعني الأمانة بدات بعض الاستفزازات من بعض اللحظات يعني كانت من قدم النادي الافريقي تجاه الامن رشق يعني بالحجاره بالعشيه يعني بدات تتوتر شويه الاوضاع، ممكن بعدنا احنا شويه على وين قدام مقر الجامعه وين تقريب صارت الاشتباكات، بما انه يعني الجماهير قاعد تقترب اكثر من مقر الجامعه التونسيه وبدات وقتها الاشتباكات، والامن حاول يعني تفرقه نتاع الجماهير هذيا بكل طرق يعني اللي عنده، يعني وصلنا حتى تقريب محطه من تاع المترو نتاع سيتي اولمبيك، الجماهير سكرت المنافذ يعني الكيس كما يقولوا الطرقات بالحجر، مما خلى يعني الامن يتدخل، والطريقه هنا يعني نحكيو على التدخل نتاع الامن اللي كانت صراحه يعني الامانه كانت ممكن مبالغ فيها برشا، بما انه مناطق عمران ونعرفوا غادي الاحياء السكنيه كان الاستعمال مفرط نتاع
الغاز المثير للدموع. شفنا برشا حالات يعني، كنت انا حاضر وكنت من ضمن العباد هما اللي حاضرين. غادي تقريب الشلل في حركه المرور، وما خلنا قلنا تقريب يعني المناطق العمرانيه كلها بالغاز المثير للدموع، ومهما خلى لم يعني كما قلنا تدخلوا ولا حبايه تفرقوا في وسط الاحياء. واضح، هذيك صحة. شكرا لك محمد عليك على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. كنت حاضر اليوم.